مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة لبرنامج منشئة الصحافة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. أهلا بك دكتور. أهلا بك اختلافك العالم. والآن مشاهدينا نتابع أهم منشئتات صحفنا المحلية بعد الفاصل. انطلاق جولتنا من محطتنا الأولى من صحافتنا المحلية، وهذا العنوان الرئيس من صحيفة القبس: ولي العهد للمهنئين بالذكرى 14 لتوليه المنصب، أشكر مشاعركم الأخوية الفياضة. وعنوان آخر في صحيفة الأنباء: العائدون من إيران، حجر صحي وعزل بالمنازل، ووزير الصحة على رأس مستقبليهم بمطار الشيخ سعد، ويقول أن جميعهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض لكورونا المستجد، وملتزمون بالشفافية والإعلان عن أي إصابة. وفي السياق ذاته كتبت صحيفة السياسة هذا المنشئ: الصحة تحارب على جبهتين، القاتل الصيني ومثيري الشائعات، ونفت ما يتداول من أخبار ملفقة. وننتقل إلى منشئ آخر في صحيفة الصباح متعلق بالشأن ذاته: الداخلية منع دخول رعايا الصين وهونغ كونغ وإيران. أما صحيفة الرأي عنونت: شاحنات صباح الإنسانية انطلقت من العدلية لمساعدة الأشقاء في سوريا واليمن، 203 شاحنات إغاثية حصيلة حملة جمعية السلام بالتعاون مع الهيئة الخيرية خلال أسبوعين. دكتور يوسف، يعني ليس بغريب على بلد الإنسانية أن يمد يد العون إلى جميع الدول المحتاجة إلى مساعدة. هذه الفزعة الكويتية التي حصلت من الكويتيين، من الشعب الكويتي للأشقاء في سوريا واليمن، ما تعليقك عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقيقة الكويت دأبت يعني منذ الأزل، والحقيقة منذ بداية تكون الدولة، والشعب الكويتي جبل على عمل الخير، والكويت دائما كانت سباقة الحقيقة في تقديم يد العون والمساعدة والإغاثة بكل أشكالها للدول المتضررة، سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية. والشيخ صباح الأحمد حفظه الله أمير دولة الكويت الحقيقة هو أمير الإنسانية، ونعلم سمو الأمير وحرصه على مثل هذه الحقيقة المساعدات والدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الأمير حفظه الله دائما في مثل هذه المواقف التي نجد الفزع الكويتية، ونجد الحقيقة الحرص وهذا الدأب والاهتمام. ولعل أكثر من 200 شاحنة انطلقت اليوم للحقيقة توصيل هذه الإغاثة في اليمن وفي سوريا، والكويت دائما سباقة في تعاونها فيما يتعلق بالشأن السوري. الكويت قدمت دعم لا محدود، دعت إلى مؤتمرات كثيرة لجلب الأموال والمساعدات لسوريا. سمو الأمير دائما يتابع عن كثب أحوال اليمنيين وأحوال السوريين، ودائما الكويت الحقيقة تشهد اهتمام إنساني اجتماعي عالي جدا بتوجيهات من سمو الأمير حفظه الله دائما. ومن ثم الحقيقة يعني هذه الحقيقة شيء يعني الكويتيين يفخرون بمثل هذه الأفعال وهذا العمل الإنساني وهذا الدعم اللامحدود برعاية سمو الأمير، وكذلك جميع الجمعيات الخيرية والإنسانية التي تتبادر فيها دولة الكويت. نعم بالتأكيد. وننتقل إلى صحيفة الوسط ونقرأ هذا المنشئ: قرية صباح الأحمد تشارك مكتب الأمم المتحدة احتفاليته بأعياد الكويت الوطنية. خبر آخر في صحيفة الشاهد، حيث كتبت أن سفارة دولة الكويت لدى كندا أقامت احتفالا في مقر السفارة في أوتاوا لتكريم عدد من الجنود الكنديين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت. صحيفة الكويتية نقلت قول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن أسراب الجراد التي تم رصدها بالقرب من منطقة شبد عابرة ومن غير المحتمل تواجدها في مزارع الوفرة والعبدلي. والآن نتابع منشئتات صحفنا العربية والعالمية بعد هذا الفاصل.
وفي التايمز البريطانية ضوء على الشأن الأمريكي في مقال بعنوان سباق الرئاسة تجمع نيفادا، سباق الديمقراطيين في حالة من الفوضى بسبب نقص التمويل. يواجه 4 من المتنافسين 6 البارزين على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة مخاوف تتعلق بالتمويل، ما قد يعرقل حملاتهم عندما يصبح السباق وطنيا. فقط مايك بلومبرغ وبيرني ساندرز المنافسان البالغان من العمر 78 عاما على طرفي الطيف الأيديولوجي للحزب، هما في وضع مالي مريح يتجهان إلى تجمع نيفادا وساوث كارولينا الجنوبية في عطلة نهاية الأسبوع المقبل والثلاثاء الكبير في 3 مارس. دكتور يوسف، يعني يبدو أن السباق على الترشح الديمقراطي ينحصر بين المرشحين ساندرز وبلومبرغ إذا لم يتمكن الباقون 4 من تمويل حملاتهم، من يخدم الوضع أكثر، ساندرز أم بلومبرغ؟ طبعا استعدادات الأمريكية فيما يتعلق في الحزب الديمقراطي، يعني هم لديهم الآن معركة حاسمة كبيرة ضد الجمهوريين، والذي الآن نعرف ترامب طبعا يسعى بكل وسائله المتاحة وكذلك حزبه لعودة للرئاسة الثانية للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في المقابل الديمقراطيين لديهم مشكلة فيما يتعلق بعملية الإمداد والتبرعات المالية التي للأسف حتى الآن لم تسجل أرقاما طيبة فيما يتعلق بالتبرع لمرشحي سباق الرئاسة لحسم موضوع اختيار الحزب الجمهوري مرشح. وطبعا نعرف ساندرز وكذلك بلومبرغ الحقيقة يمكن قد يكون أفضل حالا من غيرهم، لأن لديهم الحقيقة رصيد من الأموال أو بعض التبرعات تمكنهم من أن يكونوا في موقف مالي أفضل بكثير عن المناوئين الآخرين المتعلقين في نفس الحزب فيما يتعلق بالحملة الانتخابية. لكن يمكن نحن نرى أن ساندرز أيضا يواجه الحقيقة مشكلة فيما يتعلق بالقضية الصحية وبعض الجوانب المتعلقة في عمله وعدم قدرته على دعم بعض البرامج الخاصة في الكونغرس، ومن ثم هذه أثرت الحقيقة نوعا ما. أنا أعتقد أن التأثير سيكون بسيط جدا، ولكن هي في النهاية سيحسمها الحملات الانتخابية التي سيقوم فيها المرشحين في الولايات المختلفة وقدرتهم على تنمية رؤوس أموال عريضة لدعم الانتخابات. وقد يكون ساندرز الحقيقة بلومبرغ أوفر حظا نوعا ما، وإن كان طبعا إلى الآن نحن لا نستطيع أن نوقن بأنه سيكون هو فرس الرهان. الأسبوع القادم ستبين كثير من الأمور إذا كان الموقف سيكون لصالحه أكثر. نعم. أما الخبر الأمريكي في أعمدة الأندبندنت التي تكتب في عنوان عريض أكبر عقبة تقف بين بيرني ساندرز والبيت الأبيض، دفعة هائلة من قطاع الصحة تنفق الملايين على مكافحات الرعاية الطبية للجميع بالخوف وعدم اليقين والشك. تحت هذا العنوان تكتب الاندبندنت، بيرني ساندرز مدعوما بفوزه في الانتخابات الشعبية في أوا ونيو هامشير والتبرعات الصغيرة من ملايين المؤيدين، يمسك بزمام المبادرة في نيفادا، لكن المرشح الديمقراطي يواجه جولة جديدة من الهجمات على رؤيته للرعاية الصحية. هذا ما لفتته الصحيفة. دكتور يوسف، يعني هل سيتخطى ساندرز هذه العقبة أم أنها ستقضي على فرصه في الفوز؟ نعرف أن الموضوع الصحي الحقيقة يهم الشأن الأمريكي الداخلي، وبالتالي الشعب الأمريكي شعب واعي، وبالتالي يعتبر الموقف أو التحدي أمام ساندرز فيما يتعلق في قضية الملف الصحي والجوانب المتعلقة بهذه الاستراتيجية، والتي وضح أن هناك رأي عام مضاد لما قام به ساندرز وعدم قدرته على حسم كثير من هذه الأمور التي قد تؤثر على عطائه فيما يتعلق في الانتخابات القادمة. بس بتقديري أن هذا الأمر يعني لن يكون مؤثرا كبيرا جدا، لأن الأمر ليس بالشائك جدا لمواقف سياسية تتخذها بعض القوى المناوئة تجاه هذا الملف، ومن ثم تم الحقيقة تهويل هذا الموضوع أكثر من حجمه. وقد نرى الحقيقة يعني خطوات لاحقة من ساندرز فيما يتعلق بحسم قضايا أساسية قد تنهي كل التكهنات أو كل الشكوك حول قدرته على تفادي هذا الملف في سباق الرئاسة الأمريكية من خلال الحزب الديمقراطي. إذن هو لن يواجه مشكلة حقيقية، ولكن تبقى المشكلة داخل الحزب وخيارات الحزب القادمة، هل سيكون هو المرشح لهذه الرئاسة أم سيكسب بلومبرغ؟ طبعا أيضا هذا الصراع. نعم.
أما نيوزويك فهي تهتم بالخبر الأفغاني وتعنون: القوات التي تقودها الولايات المتحدة تحث طالبان على احترام الهدنة في أفغانستان، هذه فرصة للسلام لا ينبغي تفويتها. تحت هذا العنوان تلفت نيوزويك أن القوات الغربية في أفغانستان حثت حركة طالبان على احترام خطة جديدة للحد من العنف خلال الأسبوع المقبل كمقدمة لاتفاق سلام دائم، وأثارت الهدنة آمالا في أن ينتهي الصراع المستمر منذ 18 عاما، لكن الشكوك ما زالت قائمة حول ما إذا كان بإمكان طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب التفاوض على نهاية دائمة للحرب. دكتور يوسف، بالنظر إلى التطورات المستمرة والمتسارعة في الملف الأفغاني، هل ترى ضوء آخر أو سيناريو آخر في هذه القضية الأفغانية؟ القضية الأفغانية نعرف قضية شائكة منذ سنوات طويلة، وهناك حرب دائرة وصراعات إقليمية كثيرة بعد خروج الروس ويعني زعامة طالبان الحقيقة، وهذه القوة المناوة الداخلية التي تسببت في قلق كثير تجاه دعم قضايا السلام وانهاء الصراع داخل أفغانستان. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما زالت تحاول في طالبان ومجموعته فيما يتعلق باحترام الهدنة وكذلك احترام سعيا لقضية وجود سلام حقيقي داخل أفغانستان بعد صراع مرير الحقيقة لسنوات أثر على القوة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والسياسية في أفغانستان. ولكن يبدو من الجانب الآخر طبعا الدعم اللامحدود تقدمه الدول الأوروبية لهذا النظام أيضا هو صراع بين قوى أوروبية وكذلك أمريكية فيما يتعلق بهذا النزاع. إذن حسب ما أرى أن طلب الرئيس الأمريكي الآن من الصعب جدا في ظل وجود دعم أوروبي للنظام الأفغاني، وقد تستمر هذه المناوآت، ولكن ما نطمح إليه أن تكون يعني محدودة جدا بحيث لا تؤثر على مسيرة السلام وإيجاد حل نهائي لقضية الأفغانية التي فعلا أخذت وقتا طويلا وأثرت على حياة الأفغانيين ودولة أفغانستان بشكل شامل، وأن يحتكم للعقل فيما يتعلق بقوة طالبان والقوى المناوية لإيجاد حلول سلمية لهذا الصراع والانتهاء من حقبة زمنية الحقيقة كانت سيئة على أفغانستان طوال عقود مضت. نعم، إذن برأيك هل طالبان لديها القدرة على أن تلتزم بالهدنة والالتزام التام مع الحكومة الأفغانية؟ نعم طبعا. أم هي فترة مؤقتة؟ هي بالحقيقة يعني فترة نزاعات، طبعا دائما طالبان يعد وعود. نعم. ولكن للأسف هم يتعذرون بوجود بعض الصراعات وبعض الأمور الداخلية تتطلب تدخلهم. نعم. وإن كان الحقيقة طالبان لا يوثق فيه، لأن طبعا تاريخ طالبان في أفغانستان طوال سنوات طويلة يعني لهم تأثيرات كبيرة ومعارضة وكذلك مصالح كبيرة يطمعون في الحصول عليها، ومن ثم انسحابهم الموقف قد يكون صعب. قد يكون الاحتكام إلى وسائل أخرى وإيجاد نوع من العزل لهذه الفئة والسيطرة الكاملة على الأراضي الأفغانية هي الحل الأمثل لإنهاء السلاح وإيقاف هذه القوى المتمردة والصراع داخل أفغانستان. نعم. وننتقل إلى صحيفة لوموند الفرنسية، تكتب في عنوان عريض: منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من انتشار فيروس كورونا. مسؤولو الصحة العالمية يتساءلون عن الأنماط الجديدة لانتقال الفيروس. الصين تفقد رهانها. تكتب لوموند: أعربت عن أملها في أن تظهر للعالم أن التدابير غير المسبوقة لاحتواء سكانها قد أتاحت حماية بقية الكوكب من فيروس كورونا. في الواقع لكن الفيروس فرض على السلطات الصحية العالمية وتيرة أسرع. يصيب الوباء الآن أكثر من 77 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 1500 خارج الصين. وأكثر من 30 دولة لا تحسب الصين تشعر بالقلق. لقد كان الوباء قاتلا بالفعل في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة والفلبين، ولكن أيضا خارج آسيا في إيران وفرنسا وإيطاليا، حيث قتل منذ يوم الجمعة الضحايا الأوروبيين الأوائل. دكتور يوسف، ما التحديات التي يفرضها الفيروس على المنظومة الصحية العالمية، خاصة أن هذا الفيروس بدأ بالتسارع بشكل أكبر وغير متوقع؟
في الحقيقة أن موضوع فيروس كورونا الحقيقة هو من الفيروسات سريعة الانتشار، وهو وباء عالمي قد ينذر الحقيقة بمخاطر كبيرة على الصحة العالمية. ونرى هذا الانتشار السريع خلال فترات قصيرة، والإصابة والعدد الوفيات في تزايد، وتطمح طبعا منظمة الصحة العالمية لإيجاد وسائل لإيقاف انتشار هذا المرض، لأن نعلم في المقابل أن إيجاد المضادات وكذلك الأدوية اللازمة لهذا الفيروس المطور الجديد الذي ظهر بشكل جديد مختلف عن الفيروس السابق، يعني الحقيقة جميع شركات الأبحاث والمعنية في الجانب الطبي تقول نحتاج شهور، إن لم يكن سنة أو ما هي سنتين، حتى يتم إيجاد المصل المناسب. ومن ثم هذا يعتبر فترة طويلة فيما يتعلق بهذا الفيروس الذي قد ينتشر أكثر، ومن ثم قد يصعب السيطرة عليه. إذن هناك تحدي عالمي كبير جدا أمام الدول المختلفة وإجراءاتها الاحترازية والسلامة والأمن، وكذلك منظمة الصحة العالمية ودورها في إيجاد حلول جذرية للحقيقة وقف انتشار وهذا الفيروس الخطير، الذي لو تم تداول الآن نحن وصلنا إلى ما يقارب 3 قارات قد غزاها هذا، ولكن قد يطمح الخوف من المزيد. إذن هناك سعي عالمي الحقيقة لا محدود في منظمة الصحة، دول مختلفة، إجراءات الحجر الصحي والفحوصات، وكذلك البحث عن الحلول المتعلقة بالجانب العلاجي لهذا المرض، تسير على قدم وساق في إيجاد حل نهائي لهذا الفيروس الخطير الذي قد يكون سبب في مهلك كثير من البشر على وجه الكرة الأرضية إذا ما استمر دون وجود علاج أو حجب لهذا الفيروس. وفي موضوع آخر، وول ستريت جورنال تسلط ضوءا على زيارة ترامب المقررة للهند. الصحيفة تعنون زيارة ترامب للهند لتجديد العلاقات الشخصية على حساب القضايا الاقتصادية. ستؤدي زيارة الرئيس ترامب الأولى للهند الأسبوع المقبل إلى إبراز دبلوماسيته الشخصية مع رئيس الوزراء الهندي أكثر من إرادته في معالجة التوترات بشأن القضايا الاقتصادية. ومن المحتمل أن يؤكد قادة الدولتين على قوة العلاقة الأمنية بينهما وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار في الأجندة. تعزيز الروابط الأمنية على الأقل جزئيا، والمخاوف المشتركة بشأن الإرهاب والهجرة وصعود الصين كقوة عظمى. دكتور يوسف، كيف تقرأ زيارة الرئيس ترامب للهند وتوقيتها السياسي؟ زيارة ترامب الحالية للهند الحقيقة واضح أن لها أبعاد سياسية واقتصادية كثيرة وفقا لمعطيات التحدي العالمي فيما يتعلق بالصين، ونعرف ما حدث بين الولايات المتحدة والصين من صراع اقتصادي كبير، وكذلك الصراع مع كوريا، وكذلك النزاعات التي حدثت مع دول الحلف الأوروبي مع أمريكا. وبالتالي هنا يريد أن يفتح بابا لعلاقات جديدة مع دولة كبيرة مثل الصين، خصوصا تمتلك أسلحة نووية وهي طبعا على قوة هائلة عالمية لا يستهان بها. ومن ثم هو يريد أن يجد مخرج لحسم هذه العلاقات وجعل هناك علاقات تبادلية كثيرة وتنسيق في قضايا كثيرة دولية. يرى ترامب أن وجوده وعلاقته الوطيدة مع الهند في هذا الوضع ستكون أو في هذا التوقيت بالذات سيكون لها أثر كبير جدا على دعم الولايات المتحدة، وكذلك التنسيق في مجالات كثيرة متعلقة في قضايا العالمية، وكذلك قضية الصين مثار الجدل في العلاقات والصراع بين طبعا أمريكا والصين فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية التي أصبحت اليوم قوة كبيرة. إذن هو فتح خط جديد لعلاقات سياسية واقتصادية وتوطيد لهذه العلاقات من خلال فتحة. ونعرف كذلك الحقيقة أن يعني ترامب أيضا هو مقبل على حملة انتخابية، مقبل على انتخابات، وبالتالي يريد أن يعزز علاقاته الدولية وتمكينه الدولي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم قد تكون الدولة التي في يد ترامب في هذه اللحظة، خصوصا العلاقات بينهما لم تتصف بالتوتر السابق، قد تكون مخرج لترامب لإيجاد نفوذ جديد في العالم من خلال هذه العلاقة مع الهند. والآن مشاهدينا ننتقل إلى مقال اليوم. مقال اليوم من صحيفة الخليج الإماراتية بعنوان في مواجهة العنصرية. تحت هذا العنوان تكتب الخليج فلنواجه الحقيقة.
هناك عنصرية تترعرع في أوروبا والعالم باتت تشكل خطرا على المجتمعات والشعوب. كان الظن أنه تم اقتلاعها مع نهاية الحرب العالمية الثانية مع هزيمة النازية والفاشية، وأن العالم أدرك مخاطر هذا الوباء الذي أدى إلى مقتل الملايين من البشر. لكن تبين أن جذور العنصرية ما تزال في الأرض تنمو وتنبت دولا وأحزابا يمينية متطرفة، وتعيد إنتاج أشكال أخرى من العنصرية والكراهية والإرهاب خارج المنظومة الإنسانية والأخلاقية والدينية وبمسميات مختلفة، منها ما يتستر بالدين، ومنها ما يتخذ من العرق واللون والتفوق على الآخر منطلقا فكريا ونهجا سياسيا يبرر فيه أفعاله وممارساته ضد الآخر المختلف. العنصرية ليست مجرد كراهية الآخر فقط، إنما هي تأييد أعمى لفئة والشك في فئة أخرى. هي ليست مجرد رفض للآخر، بل هي سعي للقضاء على وجوده وسلب حقه في الحياة بأي وسيلة ممكنة. هذا ما كتبته الخليج. ما جرى في مدينة هانوي الألمانية وفي أحد مساجد بريطانيا، حيث ارتكب أحد العنصريين في الحادث الأول مجزرة راح ضحيتها 9 أبرياء، وفي الحادث الثاني تم طعن أحد المصلين بسكين. يؤكد أن التطرف هو الابن الشرعي للعنصرية، مثل الفيروس قادر على الانتشار والفتك بالبشر. ننتقل إلى كاريكاتير اليوم من صحيفة الجزيرة السعودية. الكاريكاتير يتحدث عن الريتويت لعمليات التغريدات المختلفة ومخاطر الحقيقة انتشار هذه العملية دون وعي بالمعلومات الموجودة فيها، والتي قد تكون سبب في نقل الشائعات وإثارة الفوضى وقضايا أمنية كثيرة، خصوصا نعرف طبعا الآن استخدام هذه الأجهزة وعمليات الريتويت هي مجانا، يعني ليست هناك عليها مقابل مادي، ومن ثم للأسف هناك بعض الأفراد دابهم هو نشر مثل هذه الأمور دون تحري، دون تيقن، دون النظر إلى هذه المعلومات والتأكد من صحة، ومن ثم هناك مخاطر كبيرة قد تنتج عن هذه العمليات وإرسال المعلومات التي قد تكون لها أثر في زعزعة الأمن والجوانب النفسية والحياتية في المجتمع نتيجة لهذا الغزو الجديد الذي جاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام السيء لها. نعم، وبالتالي على أيضا على الأفراد أن يدركوا أن يكون لديهم وعي في نشر المعلومة ومن مصادرها الموثوقة. نعم صحيح. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام برنامج منشئة الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. شكرا جزيلا. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم هذا البرنامج. إلى اللقاء.